كيف أمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في قولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ علمتني يا ربي أن أكون رحمة للعالمين، لا أكون شقاء على الناس ولا أكون غلظة على الناس ولا أخرج على الناس لو ما عملتوش كذا هتروح زي الإخوة اللي هم شكل أبو لهب كده يطلع، والله العظيم تحس كده أن طالع يقول للناس مفيش موجود في الكون غير جهنم. يا عم ده تفكيرك خليه بيك أنت، ادخل بها ادخل، احنا مش عايزين نبقى معاك، احنا عايزين ندخل مع اهل الله اللي ربنا تبارك وتعالى تعطف عليهم ورحمهم ودخلهم في رحمته و و و الى اخره. ولذلك العلمانيين يصطادوا العيال دول ويبداوا ايه يشوطوا في الاسلام بسبب هؤلاء القساة، بسبب هؤلاء القساة اهل الحب. النبي صلى الله عليه وسلم انا اتعلمت منه بقى، اللهم احيني مسكينا واحشرني مسكينا واميتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. مهما على علمك خلي قلبك فيه المسكنة لله تبارك وتعالى، مهما على شأنك خلي في قلبك المسكنة لله تبارك وتعالى، مهما كنت وكان مقدارك وقوتك وما منحك الله تبارك وتعالى من هذه القوة، كن دايما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا، أي رقيق القلب رقيق العواطف، عذب الحديث عذب المشاعر عذب العطاء، حنون على الناس حنون على خلق الله تبارك وتعالى، حنون على أهل بيتك حنون على أولادك، تعيش في هذا المقام. أولا ده له مردود عليك أن ما يبقاش لعندك ضغط ولا تلف عصبي ولا 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 ليه، لأنك عايش في حالة من السلام، عايش في حالة من السلام. وساعات الواحد بيبقى في حالة من السلام وحالة من الجمال بس ما بيبقاش حاسس، ما بيبقاش حاسس إلا إذا اتخطفت منه هذه الأمور، إلا إذا ضاع منه هدوء النفسي، إلا إذا ضاع منه حالة السلام اللي هو عايزها، بعد كده يكتشف إنه كان في سلام. لا، إحنا عايزين نشكر ربنا تبارك وتعالى قبل ما يضيع مننا حاجة، عايزين نحمد ربنا تبارك وتعالى ونقول له نشكرك على ما أعطيتنا، نشكرك على نعمة الأولاد، على نعمة الصحة، على نعمة الأزواج، على نعمة الزوجات، نشكرك على نعمة العلم، نشكرك على نعمة الأكل، نشكرك على نعمة الهضم، نشكرك على نعمة دخولنا الحمام، نشكرك على نعمة المشي، نشكرك على نعمة الأخذ، نعمة العطاء، نشكرك على نعمة الفهم، نشكرك على نعمة تسريحة الشعر. طبعا أنا ما بقولش بقى مش عايز إخواتي اللي مالهمش شعر يزعلوا مني، يعني بالعكس ده في رجالة بيبقى مالهمش شعر بيبقى والله العظيم بيبقى شكله جميل جدا، بيبقى ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعرا فليكرمه، إن شاء الله يكونوا شعريتين، اوعى ما تكرمهمش، ربنا يبارك فيك.